نبتدي معاكم بأول خبر معانا النهارده خارج الرياضة، لكن ليه علاقة بنجمنا، نجم الرياضة طبعا وفخر العرب، النجم محمد صلاح. في يعني واحد من الرسامين الموهوبين الجمال اسمه إبراهيم الشريف، شاب سكندري، نحت محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على بطيخة، وقال إبراهيم: محمد صلاح فخر العرب وقدوة لكل شاب مصري، هو شخص مجتهد، لاعب متميز، واستطاع طبعا أنه هو يرفع اسم مصر عاليا، وطموحي هو الوصول للعالمية مثله. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، يعني بصراحة رسمة رائعة وعايزة موهبة شديدة جدا علشان يقدر ان هو يرسم التفاصيل زي ما احنا شايفينها معاكم، وشاب جميل جدا، بنتمنى له كل التوفيق في حياته. اعتقد انه نموذج الشباب اللي بالشكل ده يا غانم بتفتح النفس على الصبح كده. مصر مليانة مواهب وناس كرياتيف، واعتقد كمان يعني الفكرة ان هي تبقى على معمول على بطيخ زي ما انت قلتي محتاجة دقة كبيرة جدا، لأكيد ان القشرة بتضايقه في عملية النحت. انت عارفة طبعا بيبقى فيه مجموعة من الأدوات، ولكن هو أكيد مختار الأداة الصحيحة، وأعتقد كمان عامل يعني شغل رائع، وده اللي احنا دايما بنطالبه، إن الناس تبقى كرياتيف في حياتها وتبدأ إنها تعمل الحاجة اللي بتحبها مع الحاجة التانية اللي بتحبها. يعني هو مثلا عنده قدوة كمحمد صلاح كلاعب كرة قدم، وعنده موهبة النحت، قدر يسخر الحاجتين اللي بيحبهم عشان في الآخر نشوف المنظر الجميل اللي كان قدامه. بالظبط كده. أيضا الأخبار